بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، هكذا انطلاقة شوطنا 21 للبكار المفريد مسافة 2 كيلومترات. إذا متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، ما هي إلا لحظات وفيكم مع الخمس المراكز المتقدمة مقدمة الشوط. المركز الأول برمودا مع الصدارة محمد بن علي بن حمد آل فهيده المري، يقدم لنا برمودا مع مقدمة الشوط وصدارة الشوط. بينما المركز الثاني انجاز على المركز الثاني عبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري ياتي على المركز الثاني. المركز الثالث بيان محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارح ياتي شعارك يا بن برقان على المركز الثالث. المركز الرابع مستور بن عليوي العتيبي مع القومانية، تاتي القومانية على المركز الرابع. المركز الخامس القدوم من شعار في اللحظات، والقدوم من شعار في اللحظات فهد بن محمد بن علي الجابر المري مع وديمة على المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة. العودة إلى شعارك يا الإمبراطور، الإمبراطور على الصدارة مع انطلاقة برمودا. محمد بن علي بن حمد بن علي بن المري ياتي مع انطلاقة برمودا محمد بن علي بن حمد آل فهيده المرية. ولكن مرحبا بالقادمة، مرحبا يا نجاح عبد الرحمن بن سلمان بن حمد المغير العتيبي، يقدم لنا نجاح، يقدم لنا نجاح إلى النجاح والانتصار يا أبو نايف. المركز الثاني شعار هذه اللحظات صالح بن عبد الله بن عتيق، الضيوف العدوي مع الدوحة، الدوحة وصلت، والقدوم من شعار شعار من اللحظات، القدوم من شعار، القدوم من شعار مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري. الكايدة وصلت، ولكن القدوم شعارك يا بالعرج بدأ يتحرك، يتحرك بالعرج. وجابر بن سالم بن جابر بن علي بن فاران مع سهم، ولكن الذيبة سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري قادم شعارك يا بالعرج، ولكن العودة إلى الدوحة، إلى الدوحة صالح بن صالح بن عبد الله بن عتيق، الضيوف العطوية مع الدوحة. ولكن مبارك بن فالح بن مباني بن مسر آل بن حسن الدوسري، نوعية نوعية والدوحة، الدوحة ونوعية، ولكن الدوحة يا الضيوفي، الدوحة شعار الضيوفي مع الدوحة صالح بن عبد الله بن عتيق الضيوف العطوية. المركز الثاني فالح بن باني بن مسر آل بن حسن الدوسري مع نوعية. المركز الثالث عبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد المغيري مع نجاح. المركز الرابع شعار المركز الرابع سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري مع الذيب. المركز الخامس شعار جابر بن سالم بن جابر بن علي بن فاران مع سهم حضرت على المركز الخامس. إذن متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، تهانينا ونماس لمالك الدوحة صالح بن عطا الله بن عتيق الضيوفي العطوي، منتزعا وخاطفا لنوماس في هذا الشوط. تهانينا ونوماس لك يا ابو عطا الله على هذا الفوز، والسلام الى تبوك الورد. تهانينا ونوماس لك يا ابو عطا الله، توقيت الدوحه منتزعه وخاطفه نوماسي هذا الشوط. 3 دقائق ثانيتين 14 جزء من الثاني، هكذا توقيت الدوحه بشعار صالح بن عطا الله بن عتيق الضيوفي العطوي. تهانينا ونوماس الجميع الفائزين.